إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في الخير. الآن المرحلة الأخيرة بعدما ركبنا المبرد وعدلنا مواسير التبريد حق المبرد الحراري. الآن إن شاء الله راح نغير موية الراديتر مع بث الحرارة، ونغير إن شاء الله زيت الجير كامل مع الطنجرة. هذا زيت الجير حق العشر نمر موتر كرافت، ويركب برضو على سيارات الجي ام التاهو اليوكن من 21 وطالع العشر نمر. هذا الوجه حق الكثير، وهذا الفلتر حق الجير. راح ان شاء الله نغير الزيت كامل مع الطنجرة. طبعا الان احنا راح نفك المسمار حق مواسير الجير عشان بعدين نطلع الصاجة الحماية حقة الكرتير الجانبية. فكينا مسامير العازل، الحين راح نفتح مسامير الكرتير. طبعا اللي لها مسمار 10 هذا معناته لها صامولة يتثبت فيها العازل، البقية كلها مسامير 8. هذا الان الكرتير او عفوا الجير بعد فك الفلتر. طبعا عندي مسمار هنا ومسمار هنا، راح نفك الفلتر. لاحظ الزيت اسود، عندي هنا الزيت لاحظ اللون الفلتر من داخل صار أسود. هذا عندي الوجه القديم، هذا عندي الكرتير، هذا عندي الان الكرتير بعد التوظيف، والوجه الجديد هذا الوجه القديم، وهذا عندي الفلتر الجديد. ركبنا الفلتر الجديد، هذا المسمار وهذا المسمار. راح نمسح المحلل الوجه من الزيوت، راح نركب الفلتر الجديد او الكرتير الجديد، عفوا الكرتير مع الوجه الجديد. تم تركيب الكرتير والعازل والمواسير. الان بس راح نعبي الزيت ونفرغ الزيت اللي في الطنجره، لان الطنجره ما راح تطلع الزيت الا عن طريق عمليه دفع زيت بزيت. راح نعبي الان المرحله هذه زيت جديد، وراح نشغل عشان الزيت الجديد راح يدفع الزيت اللي في الطنجره، واللي في الطنجره راح يطلع ان شاء الله عن طريق ليات التبريد. جهزنا الان مكان التعبئه، هذا الهوز الناس الاسفل ورايح على مجرى القياس، وبعيد عن القزوز جاي من فوق العازل حق الشكمان. الحين راح نعبي ان شاء الله، بعدها نشغل وبرضه نعبي ونشغل حتى يطلع الزيت عندي كامل جديد بعون الله، وبعدها راح نعبي للمعايرة. هذا الزيت اليو الفي المطور حق العشر نمر.
الحين المرحلة الأولى حطينا سبع، راح نشغل ونفرغ الزيت عن طريق الجالون، وبتشوف مع بعض كيف حالة الزيت اللي يطلع من الطنجرة. لاحظوا كيف الزيت أسود. شوف اللي بدأ الآن يتغير اللون، بدأ يتغير اللون الآن. شغل المرحلة اللي بعدها الآن برضه حطيت ثلاث من باب بس تأكيد لطلوع خروج الزيت اللي فيه الكامل نظيف. بعدها راح نعبي إن شاء الله المايرة. لاحظ الآن ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله جديد. الحين بعد ما خلصنا التنظيف في الطنجرة ونظام التبريد، راح نركب الهوزات حقت المبرد. الهوزات حقت المبرد. على العموم شدينا القفزان، الآن راح نعبي الزيت المعايرة. أمطار خير وبركة إن شاء الله. طبعا هذا المعالج لوكس حق الجير لحماية الجير، حطيناه في نص هنا ونص هنا وخففناه بالزيت، لأن عند علبتين مخففة بالمعالج. طبعا حطيت عندي هنا خمسة علب، هذا عندي سادسة. نعم السادسة. صار عندي برضو الست علب هذه ناقصة من كل علبة 54 ملي، يعني ناقصة من الست لتر حدود 300 ملي، وعندي بالكثير حدود اللتر. هلأ شغلنا، طبعا برضو عندي مبرد، الآن حطينا ست، يعني الآن يعتبر عندي الآن كأنه سبعة لتر ونص. فبنعاير الزيت لأن برضو عندي الآن أنا مبرد ياخذ حدود 400 ملي. على العموم إذا كان زايد نقصنا، وإذا كان تمام اكتفينا، وإذا كان ناقص زودنا. هذا الآن الزيت، سارة شغالة، جربنا التعاشيق، راح الآن نعاير الزيت. الحين راح نعاير الزيت. وهذا عندي ما شاء الله تبارك الله على الخط اللي عندي هنا، على الخط اللي عندي هنا بالملي. الآن تمت المعايرة،